نروم المعالي بجهد شهيد ليصبح فهم الحياة جديد، وبالعلم نسلك كل الدروب نير الحياة ونروي المريد نعانق بالحب فهم الجميع، فلا تذهبوا عن لقانا بعيد، فأنوار علم رزين أصيل يعود لوحي الإله المجيد، يعود لوحي الإله المجيد. فدا ملتقى الملتقى للتقى، لنسعى جميعا لنيل المزيد، لنسعى جميعا لنيل المزيد. نروم المعالي بجهد جهيد ليصبح فهم الحياة جديد، وبالعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك الحق المبين. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، بالأمس كنا نتحدث عن القلب السليم الذي ينفع صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومدخلا لهذا الموضوع أتناول وإياكم الأواني أو الأوعية الثلاث في كل إنسان. كل إنسان قد جعل الله فيه ثلاثة أوعية، كل واحد منكم يحمل ثلاث أوعية، وهذه الأوعية الثلاث هو بالخيار في ملء أي وعاء منها شاء والاهتمام بأي وعاء منها شاء. فالوعاء الأول الرأس وما حوى، والوعاء الثاني الصدر وما حوى، والوعاء الثالث البطن وما حوى. فأي هذه الأوعية الثلاث نحن مهتمون به أكثر، نملأه يومياً؟ وأي، ما شاء الله تبارك الله، هذه الأوعية الثلاث ليست سواء، فيها واحد ملؤه لا يكون إلا خيرا في الأصل، والثاني يمكن أن يملأ بالخير ويمكن يملأ بالشر، والثالث ملؤه شر. الله يستر، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. حسب ابن آدم لقيمات يقمن الصلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب، لو سألتكم سؤالا وقلت لكم أي هذه الأوعية الثلاث أحب إليكم، إيش تختار؟ لو خيرت بين رأسك وصدرك وبطنك أي الثلاثة أحب إليك؟ الصدر، يعني الرأس خليه يقطع يروح، مش مشكلة، خليه يولي. الثلاثة كلها هل هي في درجة واحدة؟ يعني لو خيرت، لا قدر الله بعيد عنك، خير زيد من الناس في عملية جراحية، قيل لها تبغاها في رأسك أو في صدرك أو في بطنك؟ البطن أهون، هو أهون الثلاث. الرأس صعب جدا، القلب أصعب، لكن البطن سهل. وش يروح يعني لو شق البطن؟ ماذا يخرج؟ الذي يخرج، الذي في البطن ودك تخرجه، صح ولا لا؟ لكن الذي في القلب صعب إخراجه، والذي في الرأس أصعب.
الواحد لو أن الواحد أكل وشرب وما طلع عليه بطنه إيش يسوي؟ يبغى يطلع حتى لو بعالم مالية، صح ولا لا؟ لكن هل يمكن لأحد أن يطلع ما بقلبه؟ الدم طلعه بسهولة؟ هل يطلع ما برأسه؟ المخ؟ هل هما سوا هذه الأوعية؟ هل هذه الأوعية الثلاث سوا؟ ليست سوا. طيب، أن يمتلئ رأسك علما أو قلبك إيمانا أو بطنك طعاما، أي هذه الثلاث أحب إليك؟ اختر. قلبك إيمانا أو رأسك علما أو بطنك طعاما. قال الذين أوتوا العلم والإيمان. إذن نحن الآن أمام صراع على منطقة الحدود ما بين الدولتين، دولة العقل العليا ودولة الشهوة السفلى، والقلب بينهما ميدان الصراع. القلب بينهما ميدان الصراع، فمن غلب بطنه عقله أو غلبت شهوته عقله، سيطرت الشهوة على القلب فمرض القلب تبعاً للشهوة. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لأن الشهوة سيطرت على القلب فأصبح القلب لا يفكر إلا فيما تحته في البطن والفرج. هذا مرض، ومرض شهوة. فإذا مرض القلب سيطرت عليه الشهوة، جاء الشيطان. طبعا النفس تريد الشهوة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فيأتي الشيطان بعد سيطرة النفس على القلب ليعينها بالشبهات التي تفسد العقل، فيقول الشيطان: إذن ما دمت يا نفس سيطرت على القلب، أنا بجيلك فوق، أنا سأتي إلى العقل فأفسده بالشبهات. خذ يا عقل الشبهة الأولى، خذ يا عقل الشبهة الثانية، خذ الشبهة الثالثة. فإذا بالإنسان يوسوس ويصبح يتشكك في دينه، يتشكك في كل شيء. لو دخل صلاته الله أكبر، قال لابليس ما كبرت، أعيدها، الله أكبر باقي، قولها بقوة، الله أكبر، لا لا لسه باقي ضعيفة. فيلعب عليه الشيطان من باب الدين في الوسوسة، ويلعب عليه أيضا من باب الاجتماع. يأتي لزوجته يقول لها: أنت من اللي قال أنك زوجتي؟ ممكن ذاك المأذون اللي كتب العقد ممكن نسي ما قال أنك زوجتي. إذا أنت في غرفة وأنا في غرفة، وسواس. وهكذا يحطمه الشيطان تحطيما اجتماعيا اقتصاديا أدبيا علميا عقليا، حتى يصبح يوما من الأيام مجنونا في مستشفى المجانين. والسبب أن القلب قد مرض بسبب شهوة أو شبهة سيطرت عليه، فأصبحت الشياطين توسوس فيه والنفوس توسوس فيه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وعلى رأسهم إبليس والناس وعلى رأسهم نفسك. ما الحل؟ كيف يسلم هذا القلب فلا تسيطر عليه شهوات ولا تسيطر عليه الشبهات، ويبقى سليما حتى يلقى به الإنسان ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ إن مما يعين على ذلك خمسة أمور. الأمر الأول الصبر، لأن الشهوة لا بد لها من صبر، لو لم تكن صابراً على العطش والجوع ما استطعت تصوم، لو لم تكن صابراً عن معصية الله لاندفعت نحوها، لو لم تكن صابراً على طاعة الله لتركتها،
لو لم تكن صابراً على قضاء الله وقدره لتذمرت للقضاء والقدر فكفرت. إذن الصبر هو الخطوة الأولى لإيجاد القلب السليم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولربك فاصبر. فصبر جميل والله المستعان، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن كيف تعان على الصبر؟ الخطوة الثانية لإيجاد القلب السليم الصلاة. الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب أين يكون الخشوع؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إذن الصبر رقم واحد، الصلاة رقم اثنين. الصلاة علاج للقلوب المريضة يشفيها الله به. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إن الصلاة تغسل القلوب غسلاً وتسلمها سلامة لا يسلمها أكثر منها. إذن الصلاة عماد الدين وعماد سلامة القلوب. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الفحشاء والمنكر هما أكبر أسباب مرض القلب، والصلاة تنهى عنهما وتقطع عنهما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل ذكر الله ما جمع في الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. المسألة الثالثة بعد الصبر والصلاة الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. الدعاء، الدعاء سبب لسلامة القلب واستقامته على الدين. السبب الرابع الصدقة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصدقة تطهر القلوب من أمراضها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المسألة الخامسة القرآن. القرآن
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. وأول ما يبعث منك ربك عند تلاوتك للقرآن قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك، فيبعث القلب بعد مواته عند سماع تلاوة آيات القرآن. أو من كان ميتاً فأحييناه، أحييناه بماذا؟ بهذا الروح، بهذا النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، القرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إذن هذه الأمور الخمسة بإذن الله سبب لسلامة القلب: صبر، صلاة، دعاء، صدقة، تلاوة. اجعلها في حياتك اليومية، ولا يكون القلب سليما إلا إذا سلم من خمسة أشياء. لا يكون القلب سليما إلا إذا سلم من خمسة أشياء. ما هي؟ أولا أن يسلم من الشرك بجميع أنواعه. معروف الشرك ولا لا؟ الشرك كم نوع؟ ثلاثة. ما هي؟ شرك أكبر، شرك أكبر، وشرك